جيهانجير. بيزيد. بشكر الله انكم بخير. يا روحي انتو انا اشتقت لكم كثير. كمان نحن اشتقنا لك امي. شو اخبار مولاي السلطان؟ بخير. رح يخلصوا الحرب عن قريب ورح ينتصروا ان شاء الله. نازلي اذا بتريدي خدي الامراء وحمميهم. جيهانجير يا روح قلبي انت، انا بوعدك من هون ورايح انه ما رح نفترق عن بعض ولا لحظة. بوعدك يا روحي. سلطانة بترجاكي انك تسامحيني، انا غلطت كتير لما وثقت فيها لعمتي شهرزاد. انسي حبيبتي مو مشكلة، انا ما عم بستوعب انه ممكن تأذينا. والله رح ندفع الثمن بس يرجع السلطان. مريم اياكي تتدخلي انتي، اوعك يا بنتي، خليكي بعيدة واتركي هاي الأمور لغيرك. سلطانة أنا هلأ شفته لمصطفى باشا وقلت له هذا الموضوع ما لازم يوصل بأي شكل للسلطان، لأنه إذا عرف مولاي السلطان أكيد رح تصير مشكلة كتير كبيرة. تمام مريم، روحي على جناحك. سلطانة اعذريني على فضولي بس أنا ماني فهمان، يعني السلطانة شهرزاد ليش هيك تصرفت؟ فهميني شو قصدها من هالملعوب؟ ليش لا تخبي عني هيك شي يا سلطانة؟ والله وقت بتذكروا لهالموضوع بجن. ما حبيت اني ضايقك بهيك اشياء نهائيا يا ألفت، ما بدي اياكي تشغلي بالك بهيك قصص بنوب. شو هالملعوب يا سلطانة؟ ليش هيك سويتي؟ الموضوع كان رح يأذينا كلنا. كنت مضطرة مشان وصل لهدفي يا ألفت، بس هو يام فاجأتني وطلعت كتير قوية. مزبوط حكيك يا سلطانة، بس ما بتوقع إنها تخون السلطان، هي بتحبه كتير ومستحيل إنها تأذيه. أنا بصراحة هيك رأيي. أنا بظن إنه ما في شيء اسمه مستحيل، هو يام بتركض ورا مصلحتها، بس لما تلاقي الظروف المناسبة فيكي تمشي. خليوني بعتوا عفيفة خانم لعندي. حكت لي مواضيع كتير وصارت تتألف لي قصص، بس هي نيتها سيئة تجاهنا سنبول. أنا ما بصدق كل شي بتقوله. أصلاً هي انتقلت على قصر خديجة لأنه ببالها تسيطر عليه. لك حتى جوزة لطفي رح تسعى مشان تسلمه منصب الوزير الأعظم. مستحيل اسمح لها بهالشي وما رح أتورط. حاولت كتير إنها توقعني، ولو قبلت بالخطة كان هلأ بيزيد على كرسي العرش وكانت قامت القيامة ضدي، ولو كنت وافقت أكيد كانت تمن قطع راسي. يا ستار سلطانة. طيب وكيف حضرتك عرفتي إنه هذا مجرد ملعوب؟ أنا ما عرفت، بس عشقي لسليمان وإخلاصي إله عم يحميني عم يمنعني أغلط. بالنسبة لمصطفى باشا بتظني إنه مشارك معهم بهاللعبة؟
ما بتوقع هذا الشي، بس فريال مشتركة معه. فريال هي اللي نصحتني سلم العرش لابني، أكيد متفقة معهم. فريال لهيك تقربت منك لكان. سلطانة أمريني خلص عليها وما رح اتردد لحظة واحدة. أصحك سنبول، تركها شوي عم تقدم خدماتها لشهرزاد، أكيد حيجي يوم نستفيد منها. طيب وعفيفة خانوم؟ بوثق فيها كتير، بس هي رح تحاول تحميها لشهرزاد لأنها بتحبها كتير. أي طبعا بتحبها. من هلأ ورايح لازم نكون حذرين. سلطانة أهلا وسهلا فيك يا خانو. أنا آسف كتير يا سلطانة شهرزاد، بس في شي ضروري أسألك يا ولازم تجاوبيني. كيف بتعرضي حياة الأمراء للخطر مشان تحققي غاياتك؟ أنا شو بدي أقول لمولاي السلطان بكرة بس يسألني عن هي القصة؟ إذا لزم الأمر كوني واثقة أني أنا رح أحكي له كل شي عن الموضوع ورح أوضح له. بس مولاي واثق فيني ومأمني على الحرم لك يا سلطانة، والسلطان كلفني أنا بالذات أخذ التدابير اللازمة ضد يلي بيغلط. كل واحد بيتجاوز نظام القصر أنا رح أعاقبه على خطأه. أي طبعاً، أنت لازم تكوني وفية كتير لوظيفتك. يلا روحي وحكي لهم اللي صار. سلطانة بس إذا بسكت أنا السلطانة هيام ما رح تسكت أبداً. عفيفة خانم معها حق، أصلاً يلي صار عرفوا فيه الكل وأكيد مولاي رح يعرف. بس ما عندها أي دليل ضدي بيثبت أني متورطة، الكل بيعرفوا ماضي هيام هون وبيعرفوا ماضي. برأيك مين هي بيناتنا يلي رح تطلع بريئة عند مولاي السلطان؟ مولاي كتير بيحب هيام، لهيك أنت لازم تكوني حذرة يا سلطانة. ممكن كتير يصدقها، لهيك فكر كتير منيح. إذا قلت اللي عندك فيكي تمشي. كيف بدك تحلي هالمشكلة يا سلطانة؟ هيام أكيد ما رح تمرقها على خير. إذا في عندك رغبة إنك تقضي على واحد ندل فلازم تكوني أندل منه بكتير يا ألفت، ولازم تكوني حقيرة ظالمة وبلا أخلاق. سلطانة لا تتسرعي، الكل بيقول عنا لهي المرأة أنها دجالة وكذابة، حتى بيقولوا عنا أنها جنية، ولأنها هيك أنا بدي إياها. طيب وشو الفائدة من شوفت هيك وحدة؟ يعني أنت معقول بتآمني بهيك خرافات؟ أنا ما عم أقدر أفهم عليك، أنت ليش هيك عم تتصرفي؟ ناهي الدوران إذا بدك فيكي تطلعي. لا مستحيل أتركك معها لحالكم، الأمير ما عارف بالموضوع وإذا عارف أكيد رح يتضايق كتير. ناهي الدوران إياكي تفكري تخبري. سلطانة صالحة خانم وصلت، خليها تجي. مولاتي. حضرة القاضي خير إن شاء الله، حضرتك شو عم تساوي هون؟ بعت وراي الصبح لأنه السلطانة شهرزاد طالبة تشوفني. شو السبب؟ إن شاء الله ما يكون صاير مشكلة مع السلطانة. لا أبداً، بس السلطانة كانت عم تستشيرني بموضوع له علاقة بأعمال الخير. أي فهمت. سلطانة بعد إذنك. تفضل. سلطانة شرفوا، السلطانة شهرزاد موجودة جوا. ادخل. سلطانة
السلطانة هيام اجت لتزور حضرتكم. سلطانة هيام، شو مناسبة هالزيارة المفاجئة؟ سمعت انه حضرتك طلبتي الاغراض يلي حطيناهن بالمخزن يا سلطانة، فقلت بجيبهم بنفسي لانه هدول الاغراض قيمتهم كتير كبيرة. قصدك اغراضه لابراهيم باشا؟ اي نعم. بس أنا فعلاً مستغربة، بشو لازمينك؟ رح أبعتهم لخديجة لأنه هالغراض بخصوها، وكمان في كم غرض رح أبعتهم معهم. خدوهم لفوق. طلعوهم على جناح السلطانة. شو القصة يا خانم؟ من وين عرفوا انه نحن بدنا الاغراض؟ لانه الجواسيس بكل مكان، والسلطانة هيام دايرة بالها منيح. هالموضوع ما له علامة خير ابدا. عرفتي شو هي الخطوة الثانية؟ لا، ما عم يحكوا شيء قدامي. معناتها كشفوكي. لو انكشفت ما كانوا خلوني عايشة. السلطانة هيام ما بتوثق إلا بسنبول. حاولي إنك تستنطقيه. نحن لازم نعرف على شو ناويين. عم حاول كتير، بس أنا خايفة إنه يشكوا فيني. لا تقلق أبدا، عيوني حتضل عليهم. بس أنا بصراحة مو فهمانة، شو في داعي تبعتي لياهن؟ ليش هي مو راجعة على أسرة؟ هيك قلتي مزبوط؟ شو اللي بدك إياه هلأ مني هيام؟ فكرتك مبسوطة انك ما رح تشوفيني. سلطانة، انا مستعدة اني افتح صفحة جديدة مع حضرتك. انا تفهمت الموضوع، حضرتك مزعوجة لانك حاسة انه اللي صار مع السلطانة هو بسبب حضرتك وانتي المسؤولة عنه. انا مو ناوية اقلب هاي المشكلة العداوة يا هيام. ما تعودت اني احقد. شكرا كتير. بعدين هاي العداوة ما رح تفيد حدا فينا، مو هيك؟ الحق معك. شو رأيك يا سلطانة أنه حضرتك تزوريني بجناحي وأنه فرصة أنه نقعد ونحكي شوي؟ سلطانة، سلطانة ما عرفت انك هون. مو وقته هالحكي هيام. شو قصدك من المكتوب؟ مو انتي اللي بعتيه؟ معنى هالحكي انك قريتي. عم تقولي بالمكتوب انه شهرزاد هي وراء قتل زوج ابراهيم. وانا وقت عرفت تفاجأت مثل حضرتك سلطانة، بس هي الحقيقة صدقيني. الكل اتهموني اني وراء هي القصة، وخاصة حضرتك. أنا واثقة إنه هي وحدة من ألعيبك، لأنه أنتي المستفيدة الوحيدة من قتله لإبراهيم. بما إنك واثقة من هذا الموضوع، ليش حضرتك جاي لهون؟ هيام، اهدي واسمعيني يا سلطانة. خليني أشرح لك أنا شو بقصد وفكري شوي. المرحوم إبراهيم باشا انقتل بشكل مفاجئ، مين هو المستفيد الوحيد؟ بعد ما مات الباشا وخلصوا منه، مين فات على الديوان؟ ومين يلي كان ورا نفيك عمانيسا؟ وبعدين مين أخذ قصرك وعاش فيه؟ هيام قليلي، شو هدفك؟ انتي حابة تجننيني؟ سلطانة،
معك حق انه حضرتك تشكي بكل كلمة وكل حرف قلته، انا مو زعلانة منك، بس بتمنى انه تفكري منيح بيلي قلتلك يا. شو رأيك نسترجع الاحداث؟ من وصلت شهرزاد بلشت البلاوي والمشاكل تطلع بالقصر. انا من بعد اذنك رح اثبت هالشي. قال طالبة تشوفيني يا سلطانة. عفيفة خانم، بعتي حدا فورا يروح على قصر ياني بهجة، خليهم يجهزوا للسكن. سامحيني على فضولي يا سلطانة، بس نحنا رح نجهز هالقصر مشان السلطانة خديجة؟ مو لخديجة، للسلطانة شهرزاد. قالوا لك انه انا يلي كتبتها مو هيك؟ وانت طبعا دغري صدقتيهم. وليش حتى ما صدق؟ هالمكتوب بفسر لي تصرفاتك الغريبة معي. شو اللي عم بتقولي يا خديجة؟ شو بده يفسر لك؟ طول عمرك تاركة مسافة بيني وبينك، لا بفرحي شفتك جنبي ولا بحزني كمان. حتى بيان كانت دائما تقول انك بتغاري مني، بس ما كانت تقلي شو سبب غيرتك. شكلها بتعرف بالموضوع. حطي عقلك براسك يا خديجة، كيف ممكن تصدقي افتراء قذر مثل هاد؟ لنفرض انه هالشي كله كذب وكله افتراء، كمان كذب انك اجيتي استوليتي على حياتي؟ انتي اخدتي قصري واستخفيتي باختك قدام الكل وضحكتي عليها وعينتي زوجك لطفي باشا بالديوان، هاد كمان كذب؟ شو هي خطتك الجاية؟ رح تساويه وزير اول محل ابراهيم؟ خديجة يا ريت تطلعي من هون، هذا قصري وانتي اللي بتطلعي منه. سلطانة، وصل السلطانة خديجة على قصر السلطان يا مرجان. مو على كيفك، انت اللي رح تطلعي. رح اعطيكي مهلة اسبوع، يا بتطلعي من القصر بكيفك يا اما رح طالعك غصب عنك. تركونا لحالنا. على ما يبدو حضرتك ناوية انك تنزعي العلاقة بيني وبين اختي. معقولة تفكري بهيك موضوع يا هيام؟ لتكوني فكرة حالك رح تنجحي من خلال مكتوب مزور؟ سلطانة، لازم الواحد يبدأ من شي مكان، يعني ما كتير مهم إنه تكون الرسالة مزورة ولا لا، المهم هو إنه يلي مكتوب جواتها بيعكس حقيقة مشاعرك المخباية. فخرية خانو، ليش ما خبرتينا انه السلطانة خديجة رح تجي؟ صاير عم تنسي مهمتك يا خانو. مثل ما قلت لك، السلطانة هيام ما عم توثق بحدا بنوب، ما عم توثق غير بسنبل. تركي خديجة بحالة يا هيام، لا تحاولي انك تستغلي ابدا حالة ضعفها، لا تزيدي عذابها بالكذب والافتراءات تبعك. تركيها ليخلص حزنها، على الأقل لتشفى جروحها منيح. سلطانة، أنا بعرف أنه حضرتك مو مهتمة لا بوضع أختك ولا بحياتها، يلي عم تفكري فيه هو راحتك ومستقبلك هون، وهلأ اجتك اللحظة يلي منتظرتيها من زمان. صار فيكي يا سلطانة أنه تقرري شكل الحياة يلي بتليق بسلطانة مثلك.
بالماضي كانت السلطانة الأم عايشة بهذا الجناح، الله يرحمها ويجعل مسواها الجنة. آمين. وقت اجت لهون على القصر اجت كسلطانة، دارت حرم لك القصر بالشكل يلي بيليق بالسلاطين، ولما توفت وفارقتنا كلهم بيشهدوا انها تركتنا كسلطانة عظيمة. وهلأ أنتي قاعدة بهذا الجناح واجيتي لهون كجارية وعم بتديري حرم لك القصر بشكل ما بيليق إلا بالجواري، وصدقيني إنك رح تموتي وأنتي جارية يا هيام. سلطانة أنا ما عدت جارية، وبحب قلك إني من زمان جلالة السلطان شخصياً أعطاني حريتي وتجوزته كمرأة حرة، وهالشي كان بالرغم عن إرادة المرحومة السلطانة الأم. السلطانة ما بتصير بالحكي يا هيام، هذا نسب وأصل وأنت ما عندك أصل من أساسه.